تفضلوا. تفضلي. السلام عليكم يا أغا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلين فيك. بعرفكم، رجا أغا زميلتي الأستاذة داريا. شرفنا. شرفنا. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. أستغفر الله. تفضلي من هون. أستاذ إذا سمحت. أستاذة داريا تفضلي استريحي، هلا بيجي. هلا أنت عقلك براسك يا أستاذ، أنا طلبت منك محامي يحل لنا جريمة قتل. شو جايب لك؟ جابي ضرائب يعني؟ إيه بس هاي مرة. يا أغا اللي لازمكن محامي جنايات قوي وماكن، وأحسن محامي جنايات بعرفه ليك جوا. طلع فيني، هاي المرة ما بتحل جريمة، بتكون سبب الجريمة. يا أغا ما بدي إياها، خذها وروح. بدي محامي مرتب، رجال ابن رجال، رجال معدل ومحترم. رجا أغا، كل هالأراضي والأملاك مو أنت الأغا تبعها؟ إيه، وأنا أغا بقانون الدولة، وبرجع بقلك هاي هي المحامية اللي بتلزمك وبس. طلع فيني يا أستاذ، شايف هاي المرة إذا بتنزع الشغل؟ إذا رجاء أغا ما بيعلقك من رجليك وبيدليك من فوق قلعة أورفا بكون فعلا. أنت غريب يا رجاء أغا، خلينا نفوت الأستاذة لحالها. خلص نقاشكم؟ ها؟ نقاشنا؟ بالآخر شو قررتوا مشاني؟ أنا والأستاذ كنا عم نحكي موضوع تاني. ما عبيت عينك، مزبوط؟ شو هالحكي؟ نسيت تقله لرجاء آغا إنه أنا مرة؟ على الأغلب نسي هالتفصيل الصغير، أنا ما عندي مشكلة. لحد اليوم كل شغلي كان مع رجال، وطبعاً ما نقامت علي أي دعوة تحرش، يعني ما هاجمت ولا زلمي، على الأقل أثناء العمل. معك ولعة رجاء أغا؟ معك ولعة؟ شكراً. أنا اسمحوا لي، بشوفكن. مع السلامة. إيه. لوين وصلنا؟ قالوا عنك بتفكي الحبل عن رقبة الواحد، مزبوط؟ حسب الحبل على رقبة مين نلف وكيف نلف. أنا ما بحب الحكي المفلسف، الحبل برقبة ابني كأنه برقبتي أنا، كيف التف أنت اللي راح تعرفي، وفك الحبل شغلتك. بالأول منترك كلمة الحبل رجاء آغا. خلصي لي ابني يا أستاذة، خلصي من هالبلوة، المصاري ما بتهمني، كل شي بيملكه إلك، بس خلصي لي ابني. بس ابنك ما كتير حابب أنه يخلص. ما حدا بياخد برأي ابني، بدك تخلصيه غصب عنه. شو اللي عم بيخليك تقول انه مراد بريء؟ هاد عم بيقول لي. قلب الاب بيغلط. الا اذا كان الابن مثل مراد. نروح منشوفه، احكي معه. ماني مستعجله. انا مستعجل. كل دقيقه بيقضيها ابني بالحبس عذاب الي، عم تفهمي؟ اول شيء انت فهمني رجاء اغا، انا لسه ما قلت لك اني قبلت الدعوه. بكير، انا بحترم وجعك، بس ابنك لازم ينتظر شوي. رح أعمل أبحاث أولية، وبعد هالأبحاث منحكي بموقفي بخصوص الدعوة. هلأ يا بتتقبل اللي حكيته أو بتخبر شوفيرك يوصلني على المطار. يا رب الصبر. ألو سيادة الملازم، أنا رجع. أنا والأستاذة طالعين هلا. ماشي منشوفك هنيك. شكرا لك. تفضلي. رايحين على مكان الجريمة مشان البحث تبعك. جثة رمو كانت هون.
انرسمت حدودها أثناء تحقيق النيابة، لساتها موجودة. استخدم سلاح ماركة بريتا بالحادث 9 ميلي، أطلق 3 طلقات من مسافة قريبة. إجت نتيجة التحليل الجنائي؟ لسه. برا وجنب الجثة لقيت آثار لعصات جزمة، ولقيت مثلها كمان من قبل مطرح ما كان عكاش متخبي. طيب هاي الباكيت والقداح؟ باكيت المغدور وقداحته بعد الجريمة. مراد قعد شرب سيجارة جنب الجثة. هو اللي قال هالحكي؟ اي نعم، بإفادته. المرضى النفسيين هنن بس اللي بيعملوا هيك، فيني اطلع على إفادة مراد؟ أكيد، بس نروح القيادة. هلأ مراد نزل من هون لحتى يشوف رمو؟ ايه، أثناء الجريمة هذا الباب ما استخدم أبداً، النيابة فتحته بعدين. فينا نمشي. ماشي، ما في شي كتير هون، كرر نفس الأقوال بكل مرة، مثل واحد مو حابب يزلق بالحكي. بوافقك الرأي. ما بدك تروح تشوفي مراد؟ لا، بالأول بدي أحكي مع كافة أفراد عيلتكن اليوم المساء. فيني أخذ نسخة عن هالمصنف مع الصور كمان؟ بعرف إنه هالشغلة مو مسموحة. مو مشكلة، أصلاً طلعنا كتير خارج المسموح، 1+1 ناقص ما بتفرق. وراسل. نعم سيدي. صور لي هدول وجيبهم بسرعة. تأمر أمر سيدي. وكمان نتائج التحليل الجنائي رح تلزمني. أول ما بيجوا ببعتهم. شكراً، ساعدتونا كتير. مو لازم شهد على كتاب ابني. بالأول وقعت عوراق شهادة كتب الكتاب، وبعدين عوراق اعتقال مراد. الحياة غريبة. ممكن توصلني على الأوتيل بطريقة؟ طبعا تأمري. الأوتيل اللي نازلة فيه مريح؟ ايه مريح كتير. منبلش؟ تفضلي. في مشكلة إذا سجلت؟ منبدأ من صباح يوم الحادثة. لاحظتي شي غريب على زوجك؟ لا بالعكس، كان كتير مبسوط. طلع متأخر شوي، تلهى كتير بالبيت، كان مثل ولد شقي، ضحكنا ومزحنا، كل شي كان منيح. يعني لو في شي كنت حسيت، لأنه مراد ما عنده وجوه تانية تظهر أحاسيسه بسهولة. وصلوا شي خبر قبل ما يطلع من البيت؟ شي تليفون أو شي تاني؟ اتصل فؤاد من المكتب. فؤاد بيشتغل بمكتب الهندسي تبع مراد. كانت مكالمة عادية بتخص الشغل. بعدين مر لعندي، كان كتير نشيط ومبسوط، وسألني عن حالي قبل ما يروح. زليخة كانت هون كمان. وانتي ليش كنتي جاي؟ الحقيقة ما بتذكر، مرقت مرق الطريق، وأنا كمان متزوجة جديد، وبعد ما تزوجنا بابا صار لحاله، لهيك بمر دايما. ليش عم تسألي؟ شغلتي إني أسأل، إذا ممكن جاوبي وبس. شو ساويتي بعدها؟ يمكن رحت على البيت، ما بتذكر تماما. لو بعرف كنت سجلت. لا تكوني رحتي على المصنع لعند جوزك. يمكن مزبوط، مزبوط هلأ تذكرت، مرقت لعند جيمو. ماشي، يعني يومها كان كل شيء طبيعي لحد ما طلع السيد مراد من البيت. شو رأيك استاذة؟ ما قلنا بكرة رجاء آغا؟ قولي اللي بدك تقوليه بكرة، أنا عم بستنى على نار. قوليلك شي كلمة تريحني، تكسبي حسنة. في صوت جواتي رجاء آغا، وهالصوت عم بيقلي نحن قدام إنسان متهم بجريمة قتل ومو حابب يطلع منها.
يعني ابنك. يعني صدقتي انه بريء؟ ممكن. رح تقبلي الدعوة؟ مو ليجي بكرة بالأول؟ مفهوم. انت قبلتي الدعوة، بس يعني ما بصير إلا ما تحرقصينا للصبح. لا تتحرقص رجاء أغا، نام وانت مرتاح، منحكي. تصبح على خير. وانت بخير. صبور ابني صبور.